قبل بقى بنتكلم معاك عن تفاصيل هذا اللقاء المرتقب الاهلي وبيراميدز، وطبعا صراع على الصداره تصدر المسابقه، وهما يمكن فارقين عننا بنقطه واحده وفي نفس الوقت هما لاعبين مباراه زياده عننا. قبل ما نتكلم بقى وندخل معاك في تفاصيل اللقاء ورؤيتك وتوقعاتك الى اخره، عايزين نتكلم عن رؤيتك للمسابقه وللموسم ده عموما، النسخه دي من الدوري المصري، في رايك عامله ازاي؟ والله انا شايف دي يعني تكمله لسلسله مواسم سابقه فيها ضغوط جامده جدا، كثافه مباريات وفي توقيتات متلاحقه، ويعني وفي توقيتات صغيره او قريبه، في ضغط كل سنه بنسمع كلمه انه موسم استثنائي، يعني بانه المباريات مضغوطه وان احنا عندنا ارتباطات دوليه او ارتباطات قاريه، يعني ده كل سنه بقى لنا اكتر من 4 مواسم دلوقتي بنسمع الكلمه دي. فانا شايف انه يعني ممكن تبقى في مواسم استثنائيه، ولكن ده بيكون حمل او عامل لود شويه على اللاعبين. في انديه بتقدر تعمل روتيشن وعندها يعني لاعيبه احتياطي او لاعيبه موجوده بتقدر تعمل عمليه تدوير للاعيبه اللي عندها، وفي انديه ما عندهاش الامكانيات والقدرات ان هي تحط لعيبه على دكه البدلاء بنفس قيمه اللعيبه اللي موجوده في الملعب. انا شايف انه موسم مش وحش، موسم جيد، في يعني برضه وجود فرق مستجده كده زي فاركو وفيوتشر بالظبط بتدي قوه طبعا. اكيد طبعا ان هم كمان الفرق اللي عندها امكانيات بتقدر تعمل تيم كويس، بتقدر طبعاً تعمل سكواد محترم بالظبط، بتدي قوه للدوري. انا شايف انه يعني انه رابطه الانديه المحترفه كمان عملت الكاس الخاص بيهم، ده كمان بيدي في فتره توقف الدوري ادت برضه زي مباريات تحضيريه او مباريات تنشيطيه او مباريات بتدي برضو يعني بتقربك شويه من الدوري، ما بتبعدكش ان انت قعدت شهر كامل. باقي اللعيبه الغير دوليه اكيد لو قاعد في بيتك او بتعمل ماتشات وديه عمرك ما هترتفع بالمستوى أكيد. زي ما انت تكون عامل يعني بطوله شبه رسميه او بطوله بنفس قيمه البطولات اللي موجوده عندك زي كاس مصر او كاس سوبر، فانت عامل برضو بطوله بتحضر فيها اللعيبه بتاعتك بشكل جيد. انا شايف انه حتى الان المباريات الانديه كلها بتادي بشكل جيد جدا، الكره اتطورت في كل الانديه، حتى الانديه اللي بتعاني زي ايستر كومباني او زي الانديه اللي ممكن تبقى طالعه ما كانتش محضره من البدايه، بس بتعمل مردود كويس، بتلاقي لها شكل هجومي، ما بقاش فيه التقفيلات بتاعه زمان والطرق الدفاعيه البحته في الانديه، كله بقى بيلعب كره هجوميه، كره مفتوحه، كره تنظيميه بشكل كويس. فانا شايف انه يعني دوري مميز، وان شاء الله يكمل بشكل افضل ان شاء الله الفتره الجايه.